السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، ولا ليال وعيسى محمد أنت وحن هل كان يدكو هيا كريم يب وتاريخ ذا دي بنوك عرينا هيا تاريخ ذا مرمرين حصوصا نوي نمعوين كودن كي نقول لها مارك تاين بس كبر بوريني متكمي ضعين حصوصا وحن هل كان يدكو هيا أمير كويت شيخ صباح الأحمد ورئيس يرى الله ليا شيء انتي أنا نقن أمير كنت أنا نقن وقت جاوبها وصير الخارجي مركا وحكوسي سعودي مركا ورئيس قال الله ليا شيء مركا وحكوسي سعودي شرب وكذا طيب قري إن إيو أمير كي سكوه ريا وكذا حلاي أمير لماذا وسن مركا حن السنة ووقت يبوش ومرحونها مركا وش ودمي وقتي اسوي المركة ديارة دوش هذا مركة ورئيس اللي قاعد على دير لغو ورئيس تي مركة حياة بقى سوتشي تي عن وصو جري كريب كانوا حيا وحل وحل ويدي لوكا ورا حد يسمع شو كقاط مركة نص الشلة شغالي حي حاجة ما كقاط ما مريكا ما كريبيا كما فرنسا ما خاص ما حقات مقاطعة بالي ما تلاحظها مركب هو يروح على قف فيلم بيروح ما بتشي عليه من الكائنات تبغى وحن على حد يروح على مقاطعة وقت عن مرت عن ده فرصة ضلاع وحن تجابوا عمان صلالة حياة تعدل صلالة أيام دجاج بيجي فخاصة وقت مقاطعة وراح يستا مرحل حاد محاو وحي باشا محاد كدورته يعني عمان محاد كدورته وحي وحوية ومالس كعدلاء حياب بير وعدلاء اي لا مركا انا قلنا ما تشعلي بي اسكالي فادي ما تشعلي وحن تشعلي نرشة بسيط كاوا نشعلي هاي وقات كاوا وحي نتاني مركا وحي نرشة بسيط كاوا نشعلي اساسا عمان وطيع وحي نتاني عمان انا من كفر وحن تيجي تشري فيديو على اي احد ان ان تقو وفا حدا اذا فقاته صوماليا واي صوماليا وبطن كقرة اي ان لحين تعديدات يعني اي وحي اسكالي فادة ان لحين مع استاذ ادسك قشانيسا ومدى درس ادسك الحقاليسا عدكو ايجي شيء عدكو كاور رميسا عدد وانتي تشاشة دادات دا بقادريسا وركا ان هكذا سن وليجي تيجي تشري فيديو لكن دي مركي وحنو دعين بولي وليجي والد وليجي بيرتي دي يوحي بي والد بلا لغيستي اللي بقوي قواري دي يوحي مارتي مشينا دي كهربد لايرك يوحي اللي والد والله بلا لغيستي مركا أساسا كيتي نسوه يعني مارتي أكم مغطين وهذا يحمي يا مارتي ويالكا سنتيجي تشري هالكا سنوقتي مقاري تشري صوتنا حويا صومالي وميش اقول الان تعليلات كلها يقول لو امنه قول اسك امانه ما كان حويا محل وجه اذا انا وعن شيخ سو شاقي ان حويا ودا كان روحها قلنا بلا نبت قريه يعني قيل هدا ساعتين هذه قبل اي ستان عندنا شو حويسه ان وحكوا ايجي يا علي شري ان ساعة مضى لا اسكال احقاريس لين كانوا من دنيا اسمها هاي لين كانوا ضد كيس شو شكل حكاية تشري شو شكل دوم تشري غير اسمها هاي لين كانوا ما كانوا عوسير الخارجية وقت الدرب وعوسير الخارجية كويت عائلة الشيوخ ذا هو غير اسمها هاي لين كان الأحمر يا حوي حوي وعوسير كي أرميها دم دي كويت غير اسمه ولا تشري حتى أنا وإنت أنت عن شو يقولك ما مقال إنه كلية وهذا كيس سيبون ريس ما المقال إنه حتى قصر كيس حتى لما مقال تشري ان ماشي وكلي يقولي وكلي هاي بيرتي سي ما مغلتي تشيخ سايد وكلي ولا مقلا ولا يقانا ماشي بتالوا سيقا ما نعرق ما نمقلا ان مكا بحويا يعني معادا انا قبر بورتايب وربيت هاسو دليل وتاي ان
waddanka kuwait na waa dad waa dad wanaagsan runtii waddankaasu kama aynu faa'iidaysan laakiin wax badan bay ina tari lahaayeen haddaynu ka faa'iidaysan hadda waqtigan aynu joogno garoonka boos garoowga ee hadda dhammaaday garoonka hargeysa ka jigjiga iskuul weyn oo agoomaha oo hadda laga furay xarun weyn oo agoomaha oo hadda hargeysa laga sameeyey waxaas oo dhan iyagaa sameeyey intii dowladdii jirtayna wax badan bay dartay dhul badan maalgelin maalgelin aan iyaga aan shuruudi iyo siyaasada iyo midna kuxidhnayn bay sameeyaan oo lilaahi islaamnima bay sameeyaan marka dee kama aynu faa'iidaysan waxyaabaha caynkaasa waa wadda wanaagsan oo fiican cilaaqaad fiican in lala yeesho madaxdeenna yani aan ku boorinayaa yani waddanka kuwait iyago mid unbaa u daran iyago meeshay arkaan inaan musuqmaasi ka jirin waxbay la qabta laakiin iyaga waxa u daran wax la musuqmaasi marka haddii aanu musuqmaasiq jirin dowladeena waa dee kula talinaya inay la xidhaan kuwait cilaaqaad wanaagsan la samaystaan خير بعد إذن حكيني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما راح نثقل عليك ان شاء الله راح نسولف وياك يلا سولف وردنا متى ما بغيت وقفنا متى ما بغيت طال عمرك اول شيء مشكور طال عمرك ان استضفتنا على طيارتك مشكور طال عمرك ان اعطيتنا هالوقت الثمين ومثل ما قلت لك ان شاء الله حديثنا معاك يكون خفيف وبارد وعلى كل حال ما ضيفتك بطيارتي طيارة الدولة طيارة الدولة مو بالطيارة اللي مسافر عليها سمومك يعني عطيتنا الفرصة نسافر معاك هذا شرف لنا طال عمرك أول مرة تقدر تذكر كم مرة رحت الولايات المتحدة مسؤولياتك الكبيرة كرسمية هي المرة الثانية كرسمية رسمية. إلى واشنطن نعم أما إلى الأمم المتحدة حوالي 40 مرة إلى لأني أذهب إلى الأمم المتحدة كوزير خارجية الى اجتماعات الجمعيه الى الجمعيه الاولى وهذا تم طول فتره توليك وزاره الخارجيه طول العمر ما نبي ننظلك ان شاء الله والله يعطيك الصحه دائما اسفارك العديده دائما نلاحظ انه قصيره يعني تروح إلى أمريكا تقعد لك يوم يومين ترجع بريطانيا تقعد لك يوم ترجع الكويت تالي تروح الخليج ما تحاول تعطي نفسك راحة بين الأسفار والله كل إنسان يريد الراحة لكن بالنسبة لي أنا في أوروبا ما أرتاح ذهابي مرات إلى أمريكا الوحيدة اللي يمكن أرتاح فيها لكن فيما يتعلق ببلدي دائما أحن للبلد رجوع لها إجازاتي الخاصة أحاول أن أقضيها في محل لم يكن هناك فيه نوع من التعقيد وهي مثلا ذهابي إلى عمان ليش قاعد في عمان نعم. على ساحل طوله 30 كيلو نعم. ليس في أحد إلا قرية يمكن عدد سكانها لا يتجاوز 700 أو 600 شخص فلذلك أكون يعني دائما سعيد بأن أبقى في منطقة الإنسان يرتاح فيها الصيد السمك كل شلون اكتشفت ساحل عمان؟ يعني أنت كثير الأسفار ورحت زرت دول كثيرة وشفت سواحل كثيرة هالمنطقة اللي الآن قاعد نشوفك دائما تروح لها بإجازاتك رحت لها بالصدفة وحبيتها؟ هو الحقيقة سببها كان عندي صديق وهو نوخذة عندي اسمه محمد المسكتي مبارك كان عنده لنج يروح دائما إلى عمان فيذكر لي عمان فرحت عمان يوم واحد وكان ما عندنا حتى شيء نذهب فيه وصلت بالطيارة إلى صلالة فاتصلت في الديوان هيئوا لنا سيارات جيبات بذكرها لحد الآن
ركبنا بجيبات السلطانية وذهبنا إلى المنطقة اللي ذكرها لنا أبو. أي سنة أبو العمر؟ والله يا أبو زمان. ما أذكر زماني. فنزلنا عند الوالي عند النائب اللي في المنطقة ولحد الآن حي موجود النائب. فنحن حوالي 8 كلنا في غرفة واحدة ونمنا فيها ننام فيها ليلة واحدة نمنا ليلة واحدة. لكن الظريف في الموضوع نروح الصيد في القارب القارب من عندهم. رجعنا يوم من الأيام كلها بسط محطوطة وإلا ريحة لحم مشوي لحم مشوي. كشفنا واحد من البسط وإذا قوزي بحالة محطوط لنا في القربة هذه. فلذلك كضيافة يعني زيادة كرم في الموضوع هذا. فابتدأت ذهابي لهناك من ذاك المرة فيه. تحرص طويل العمر تروح إلى هذه المنطقة بصلالة في كل إجازة. إحنا نلاحظك وين ما تروح صلالة. كنت أذهب إلى الصومال أول. إنما الصومال بعد الكلاب اللي فيه حصل وحرقوا المزرعة وحرقوا البيوت كلها عندي والسيارات والمكاين الكهرباء فعوضتها في عمان. روحاتك إلى الصومال قنص ولا أيضا سويتش؟ راح لأن البلد الوحيد اللي ما فيها تعقيدات. نعم. يعني تذهب بأي لباس. نعم. وزار ودشداشتك ما حد يسأل عنك. تلبس وزارك هناك ما حد يعرف عنك أصلا. ما حد يعرف. لما للأسف بعد هاللي حصل تبدل كل الأمور. سموك يعني رجل دولة كبير يعني تستطيع أنك تروح إلى منتجعات القلب إلى جزر الكاريبي إلى جزر بحر المتوسط يعني ما استهوتك الأماكن هذه؟ لا أبداً يعني ما العلم كلهم شايفة بس استهواني بأن أكون في منطقة ليس فيها تعقيدات تتبع البساطة. البساطة. بعرف منك لجوءك للبساطة شو اللي يدفعك له؟ والله هي فلسفة الإنسان يعني أنا دائما فلسفتي بالحياة بأن شو اللي بتريد من الحياة هذه كلها؟ تريد أن تعيش بأن ما في حد يؤذيك تعيش صحتك جيدة ما ينفعك شيء غير هذا الشيء. فلذلك دائما أستعمل هذه الطريقة وأنصح بأن أي إنسان لا يقر فلوسه أو يقر جاه ماله والأبهة والفخفخة هي فلسفة الإنسان يعني أنا دائما فلسفتي بالحياة بأن يعني شو اللي بتريد من الحياة هذه كلها؟ تريد أن تعيش بأن ما في حد يؤذيك تعيش صحتك جيدة ما ينفعك شيء غير هذا الشيء. فلذلك دائما استعمل هذه الطريقة وأنصح بأن أي إنسان لا يقر فلوسه أو يقر جاه ماله والأبهة والفخفخة كل هذا لا يفيده بشيء. نعم. ما يفيده إلا هو نواياه الطيبة ويكون بساطة مع نفسه ومع الناس الآخرين. قبل شوية قلت لما رحت عمان أول مرة كنتوا 8 سكنتوا بغرفة واحدة ورحتوا الحداق دخلتوا بالقارب ايضا 8 هل للحين تروح بلنج صغير ولا تروح بيخت تحدق؟ لحد الان انا ما استعمل يختان. انا شريت يخت من دبي. نعم. وجبته استعملته يومين وبعدين اعطيته ابني حمد لاني ما اريد استعمل اليختان استانس من الدجاجات الصغيره. هذا لجوء للبساطه يعني. لا مش بساطه بس يعني ما أعرف إن ما أعتقد بأني أنا أحتاج إلى يخت. ليش؟ صحيح. هذي كل لو أروح إلى سواحل فرنسا ممكن أحتاج إلى يخت. نعم. لكن في الكويت ليش اليخت؟ مع العلم إن اليخت مقدمة لي ابني يعني. نعم. فأنا رديت عليه وقلت له تهنى لي. شكرا لك يا طويل العمر. عساك سالم. الله يسلمك طول عمرك. الله يسلمك.